قد كان لي الشرف في أن أكون بالعراق وأقابل السيد وزير الدفاع وأجدد دعم حلف الناتو للعراق. نحن نساند العراق ونساعد القيادة العسكرية على التقدم وتطوير قدرات القوات العراقية من أجل محاربة داعش الإرهابي. نحن نكافح داعش المنتشر في العالم ونساعد في تحرير الناس منهم ومن شرورهم، ليس في العراق وحسب وإنما في كل أنحاء العالم. إن بعثة الناتو هذه هي مهمتها تطوير القدرات من خلال التدريب وتهيئة مدربين وبناء مدارس خاصة بالتدريب. زارنا اليوم الأخ الأمين العام لحلف الناتو والوفد المرافق له ومن ضمنهم الجنرالات المسؤولين عن حلف الناتو في العراق وفي الشرق الأوسط، واطلعوا على سير التدريب وعلى إمكانيات حلف الناتو في تدريب قواتنا الأمنية من ناحية الاستعداد القتالي وكذلك تطوير كلياتنا العسكرية بكافة المستويات من كلية الأركان إلى كلية الحرب إلى كلية الدفاع الوطني.